جنبول لمصلحة المنتخب الفلبيني. خماسي المنتخب الأردني، اللاعب نادر أحمد، اللاعب محمود درويش، إبراهيم حماتي، يوسف أبو وزن. كرة لمصلحة منتخب الفلبين. جاستن عن الثري بوينت وعم بيسجل اللاعب جاستن أول ثلاثية لمنتخب الفلبين. لاعب جاستن مميز في الرميات الثلاثية. نشاهد لقطات من بدنا نقلل من السكند شانس يا شباب، لازم نعمل الريباوند وثري بوينتس جديدة للاعب دويت راموس. جاستن عم بنشوف عليه الدافع عليه اللاعب محمود درويش. جورج عم بجرب من التو بوينت، جورج وعم بسجل بالباك بورد. جورج عن اللاعب جاستن. سام لدويت راموس عن الثري بوينت مجددا وعم بسجل لاعب دويت، اللاعب المنتخب الفلبيني بيمتاز. سام دويت راموس عن الثري بوينت وعم بسجل الثلاثية الثالثة. دويت راموس سام دويت راموس والثلاثية الرابعة لدويت راموس. مش ممكن يا شباب. سام سام عم بدافع عليه ادهم. سام وعم بكمل على السلة وعم بسجل نقطتين لاعب منتخب الفلبين. تبديل جديد في صفوف المنتخب الفلبيني، عم بينزل لارض الملعب. فيرديناند دويت ويليام بده يكمل على الباسكت. ويليام تمريره لشون تحت السله وعم بسجل. شون بيكون لفيرديناند. جوردن لراموس عن خط الثري بوينتس. راموس وثلاثيه جديده. ابو وزني بده يكمل. يوسف يوسف في بلوك شوت للاعب شون على اللاعب يوسف. 25-13 لمصلحة المنتخب. وعبود خالد خالد يجرب على الثري بوينتس في بلوك شوت. خالد استعجل. خالد ممنوع يشوت. راموس 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 عن الثلاث نقاط وبيسجل. دويت راموس دويت دويت لشون تحت السلة وتمريرة ولا أجمل من اللاعب دويت للاعب شون الخالي من اي. يسترجعها نادر احمد. نادر احمد وايضا تيرن اوفر جديد لكارل. كارل اللي عم بسجل بالاند 1 نقطتين ورميه حره اضافيه لل ابرز المسجلين لحد الان في هذا اللقاء اللاعب دويت راموس. مقطوعه من اللاعب دويت راموس ونقطتين ايضا جداد للاعب ري. ايضا ريباوند جديد. فرصه ثانيه وفرصه ثالثه للمنتخب الفلبين. دويت راموس والثلاثيه السابعه في هذا اللقاء للاعب دويت راموس. سوء تفاهم بين لاعبين المنتخب وتيرن اوفر جديد على المنتخب الاردني. تنتقل الكره لمصلحه المنتخب الفلبيني. دويت ما يشوت يا شباب. جاستن جاستين وبالدنك جاستين. لنعود إليكم في مجريات الربع الثالث من هذا اللقاء. ننتقل إلى الزميل لجاستين. نرى في عزل كامل على اللاعب دويت راموس. جاستين وعم بسجل على خط ثلاث نقاط. ثري بوينتس جديدة لمنتخب دويت راموس لأنجلو. أنجلو من أمام اللاعب أحمد عبيد عم بسجل نقطتين. أيضا في الناحية الهجومية أداء مميز من اللاعب إبراهيم. أنجلو دافع عليه اللاعب خالد أبو عبود. أنجلو عم بسجل نقطتين من أمام اللاعب خالد أبو عبود. المنتخب الفلبيني ب 13 تسديدة ناجحة عن خط الثلاث نقاط من أصل 23. بنتين دويت جاستين وعم بيسجل نقطتين لاعب جاستين. انجلو انجلو بده يكمل على الباسكت. انجلو وعم بيسجل نقطتين لاعب انجلو.
جوردان عن خط الثري بوينتس وعم بيسجل اللاعب جوردان ثلاثيه جديده لمنتخب الفلبين. جوردان ويليام جوردان عن خط الثري بوينتس وعم بيسجل اللاعب جوردان الثلاثيه الثانيه له في هذا اللقاء. طول مميز. جوردان عن خط الثري بوينتس مره ثالثه جوردان والثلاثيه الثالثه للاعب جوردان. ري في صناعة العاب الفلبين بده يكمل ري وعم بيسجل نقطتين اللاعب ري وايضا بتحصل على رمية حرة اضافية. انجلو لجوزيف عن التو بوينتس عم بيسجل جوزيف جملة تكتيكية رائعة من المركيز تحت السلة. رون ونقطتين جداد للمنتخب الفلبيني واللاعب ري. وتمريره ولا اجمل من اللاعب رون للاعب ري عم بسجل نقطتين جداد للمنتخب. رون امام احمد عبيد وثلاثية جديدة الفلبيني. سانديف لرون اللي عم بجرب عن الثري بوينتس رون وبسدد الثلاثية الثانية له. ديف وأيضا في فولو من اللاعب مايكل ونقطتين. الريباوند لمنتخب الفلبين واللاعب ديف عن خط الثري بوينتس. ديف عم بتضيع وريباوند جديد لمنتخب الفلبين وينتهي وقت هذا اللقاء والربع الأخير من هذا اللقاء بتقدم المنتخب الفلبيني وفوز المنتخب الفلبيني 90 مقابل 63.